على ذكر البطولة الأفريقية، ويبدو أن حضرتك تابعت البطولة الأفريقية، أسألك عن رأيك في أداء منتخب مصر وتحديدا المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش اللي أدار في وقت من الأوقات الجهاز الفني لنادي ريال مدريد. إنه مدرب عظيم جدا، وهو كان يدرب فريقنا من قبل. أعتقد أنه يقوم بمجهود عظيم بفريقه اللي هو الفريق المنتخب المصري، وعندما قضى ضد المنتخب الجزائري وفي القطر في الدوحة. وأعتقد بأنه بالرغم أنه كان لم يكن لديه من اللعيبة المؤثرين حين ذاك، ولكن أنه قام بأداء جيد وأظهر بأن الكرة المصرية تتقدم بطريقة مذهلة، وبالتالي أعتقد أن الفريق المصري سيحقق انتصارا، وأنا كنت أشجعه. ولكن وعندما كان يدرب الريال مدريد كان أيضا يقدم بعض التطورات لريال مدريد، وبالتالي أعتقد أنه سوف يظهر في كأس العالم بفريقه، أنا متأكد من هذا. عظيم جدا.